كنت مستلقيا على فراش الموت، فانتابني شعور غريب. لماذا تأخر الموت اليوم قليلا؟ وطالت سجدة أمي وامتلأت سجادتها الرصاص. طبعا اليوم احنا بمهرجان 25 اكتوبر الاول، هذا اليوم يوم فخر ويوم جميل لمحافظة كربلاء. نبذ العنف مع المتظاهرين، مع كل شيء جميل للعراق، نقدم الفن بإيدينا، نقدر نقول هذا صنع في العراق. كل مواطن عراقي مبدع هو، بس انطوا الفرصة يا أحزاب، انطوا الفرصة للشعب، لا تظلوا مكلبين بهذا الشعب المبدع، لا تكبلون إيده. هاي أعمالنا، احنا نحاول نرضي جمهورنا بمدينة كربلاء، والصورة هي اللي تعبر ان شاء الله. اولا الثوره هي الفن، فمن انه من حق الفنان انه يشارك بطريقته فنيه من المظاهرات السلميه، دائما للمتظاهرين ودائما لكل المشاركين بالثوره من كل طبقاتهم، واظهار حالتهم بشكل فني ونقل رسائلهم